لكن لما نخبيو على راسنا كيديروا دوك لي زابليكاسيون كيخبيو فيهم دوك الصور الخالعه او الفيديوهات الخالعه، اما ديالو ديال صاحبته ديال المهم حنا هادشي انا تنهضر يعني الناس ديال الدين سمحوا لنا ولا المهم انا ما تنهضرش دينيا، تيخبيو هذاك الشيء. عاودني منكم السلام عليكم. اذا في العوض ما ندير فيديو ونعاود بارطاج حيت ما عنديش الوقت، وقعت واحد القضيه شي وقيته هادي واحد شويه هذا، وبغيت انني كاع الناس اللي يشوفوني انهم يعرفوها ويردوا البال، لانه فريمون واحد القضيه خطيره جدا، وانا على يقين ان اكثريه الناس كيديروا هاد البارتيه. الوغ نتوما الاخوان في التليفونات ديالكم كتخدموا بديزابليكاسيون اللي كيخبيو التصاور، سمعتي اخويا دوك لي زابليكاسيون اللي الصوت كاين الصوت الاخوان، الله يحفظكم دغيا كونفيرميو ليا باش ما نطولوش الفيديو، كاين الصوت، ما انا اعتقادي انه يوجد صوت. فقلت اكثريه ديالكم الاخوان اكثريه انت كتشوفني دابا راكم تخدموا دوك لي زابليكاسيون اللي كيخبيو التصاور واللي كيخبيو الفيديوهات، واللي كتقدر من هذوك لي زابليكاسيون انكم ديروا تحلوا بزاف ديال تحلو دي زابليكاسيون اخرين. عرفتوا هذوك لي زابليكاسيون ردوا منهم البال الاخوان، ردوا منهم البال. شوفوا الله يرحم لكم الوالدين، واحد الشخص اتصل بيا وكان عنده هذا المشكل الاتي، كان تيهز دوك التصاور الخاصه، تصاور خاصه وفيديوهات خاصه كيحطها في هذيك لابليكاسيون تيخبيهم في هذيك لابليكاسيون، فسيصدم. عقلتوا على هذيك الحلقه ديال ياندكس؟ عقلتوا على هذيك الحلقه فاش قلت لك تشوف راسك الا كان شي حاجه؟ يصدم انه ملي غيقلب على راسو في هذا الموقع ماذا سيجد؟ سيجد دوك الفيديوهات ديالو. اذا هذوك الشركات اللي كيعطيوكم هذوك البرامج المجانيه او هذوك التطبيقات باش كتحط فيهم تصاورك وتخبيهم كيهزوهم وكيبيعوهم، وسختو حنا اكثريه الناس باش نكونوا واضحين ما كاين لما نخبيو على راسنا، تيديروا دوك لي زابليكاسيون كيخبيو فيهم دوك الصور الخالعه او الفيديوهات الخالعه، اما ديالو ديال صاحبته ديال المهم حنا هادشي انا تنهضر يعني الناس ديال الدين سمحوا لنا ولا المهم انا ما تنهضرش دينيا، تيخبيو هذاك الشيء. عاودني منكم عاودني منكم، راه مصيبه كبيره. هادوك راه تيقول لك لا يوجد شيء مجاني في الانترنت، اذا كان مجاني فانت السلعه، راه هي هادي. لقى راسو محطوط تما، لقى راسو والله القسم لقى راسو محطوط تما. ردوا البال الخوت الله يرحم ليكم الوالدين من هاد لي زابليكاسيون. اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم فاش هاد برو راسكم. المهم هادوك لي زابلي اللي عنده دوك لي زابليكاسيون ودير فيهم شي تصاور يمشي قلب على راسو في الانترنيت، راني تنقولها لكم، سير قلب على راسك في الانترنيت ليكونوا هزوا لك هادوك الفيديوهات وحاطينهم ديك تما صورتيهم، الله يجازيك بخير. هما مشاو باعوهم، مشاو باعوا لك هادوك الفيديوهات الاباحيه ودوك التصاور الاباحيه، كانوا ديال شي دريات عندك، سير سوبريمي هذيك المصيبه الكحله. راه تنقول لكم اش واقع دابا، والله انا علمتكم. السلام عليكم ورحمه الله.